تمرين 10 سيونس مات 2010 2010 نورمال. دونك هنا استعمال الموجات فوق الصوتية لقياس أبعاد أنبوب فيليزي. دونك هنايا ميجاس يلعب دور الباعث والمستقبل، ميجاس يلعب دور الباعث والمستقبل، كيكونوا على نفس في نفس الموضع. فاش كتسمعوا هذه يعني كيكون انعكاس في نفس الموضع، يعني هنا واحد لاصق حدا واحد، يعني الميساج غيتصيفط وغيرجع. هنا كيكون عندنا انعكاس. يرسل موجات إشارة فوق صوتية اتجاه عمودي على محور الأنبوب الفليزي الأسطواني الشكل مدته جد وجيزة. تخترق الإشارة فوق صوتية الأنبوب وتنتشر عبره وتنعكس كلما تغير وسط الانتشار. وتنعكس كلما، فاش كيتغير وسط الانتشار اش كيطرى لك؟ كتنعكس. كلما تغير تعود إلى المجلس حيث تتحول إلى إشارات كهربائية مدتها وجيزة. داكو نعاين بواسطة رسم تذبذب ذاكرة الإشارتين المنبعثتين والمنعكستين والمنعكسة معا. يمكن الرسم التذبذب المحصل عليه أثناء اختبار الأنبوب من رسم. دونك هنا عطاوني لي بي أن، دونك غادي نرسمو الشكل ونرسمو ليكم. هذا هو الأنبوب فيليزي داكو. هذا هو الأنبوب الفيليزي. هنا كان عندي واحد الفراغ تاي ديال الهواء أو القطر الداخلي ديالو. هنا عندي أ داكو، هنا عندي الهواء، وهنا عندي الفيليز، هنا الميجس، عندي الفاصل الأولانية، هنا عندي الفاصل الثانية، وهنا عندي الانعكاس الثالث. دقوا راه كلشي كينعكس مزيان. هنا عطاوني هاد الحزمات او الحزم هادو. هنا عطاوني بي زيرو، بي زيرو هي هادي. هنا بي ان، هنا بي دو، هنا بي تخوا. دونك كيفاش غنقراو هاد؟ دونك هادي هاد المدة الزمنية، هادي هو فاش كان، كان هنا الميجاس، حيت الميجاس هنايا داكو. دونك هي هاد المسافة اللي تقطعات هنا، هي المسافة اللي كان في الهواء، واضح؟ دونك هنا تقطعات دوزيل. راه وليتو كتعرفو تقراو هذا، غضبطو أموركم. هنا زيرو، هنا تي أن. دونك خلال هاد المدة هادي تقطعات ليا دوزيل داكو. دونك خلال هاد المدة هادي تقطعات ليا دو أ، قطعت ليا هاد المسافة، وخلال هاد المدة هادي تقطعت ليا دو دي، يعني القطر الداخلي داكو. واضح؟ دونك إلا عرفت نقرا هذا صافي، راه ولا عندي هاد الشيء واخا تحط كيما بغا يكون غنجاوب عليه. دونك هنا السؤال هو أوجد السمك أ، أ كندويو على هادي، على المرحلة الثانية. دونك عندي أن في في الميتال كتساوي دو أ على تي دو موان تي ان، على المدة اللي تقطعات. دونك إلا بغينا دو أ كتساوي هي في ميتال فاكتور ديال تي دو ناقص تي ان. دونك إلا بغينا السمك هو السرعة في الميتال في اللحظة تي دو موان تي ان على جوج. دونك في ميتال عطاو لينا هي 10^4، هاد اللحظة هادي تي دو عطاو لينا هي 7 ناقص 6 في 10^6، لأن عندي ميكرو سكون على جوج. هاد القوة هي 5^10^3 هنا عطينا هي 5^10^3 في 10^6 القوة هي 5^10^3 متر، يعني هي 5 ملي متر داكوغ. بالنسبة للسؤال الثاني بغاو السمك الداخلي ديالو دي او القطر الداخلي، غادي نمشيو ان في فلير كتساوي ليا هي دو دي على تي 3 موان تي 2 داكوغ. اذا دي كتساوي هي فيلير على جوج تي 3 موان تي 2. دونك فيلير هي 340 فوا تي 3، تي 3 سيدي هي 257 ناقص 7 في 10^6 على جوج. عطينا هي هنا عطينا هي 170 في 250
فعشرة أس ناقص ستة نحسبوها تخرج لنا بالمتر. دونك نتمنى انكم فهمتوا التمرين هذا. ندوزو للتمرين رقم 11.